لسه مكملين اخبارنا المحليه، ورصد مسؤول نادي سموحه برئاسه فرج عامر مكافاه خاصه تحفيزيه للاعبين والجهاز الفني حال فوز الفريق على سيراميكا في المباراه المقرر لها غدا الجمعه في اطار منافسات الجوله 14 من بطوله الدوري المصري الممتاز لكره القدم. وبيسعى نادي سموحه لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الفوز على طلائع الجيش في الجوله الماضيه بالدوري من اجل الابتعاد عن مناطق الخطر في الجدول والتقدم اكثر في وسط الدوري. لسه في اسكندريه يعني عروس البحر الابيض المتوسط منح الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري سيد البلد الضوء الاخضر لرحيل محمد الصباحي لاعب الفريق خلال فتره الانتقالات الشتويه الجاريه لعدم حاجته للعب في الفتره المقبله. ابتعد محمد الصباحي عن حسابات الجهاز الفني للاتحاد السكندري وما بيشاركش اللاعب في اي مباراه مع زعيم الصغر رغم مرور 13 جوله من عمر مسابقه الدوري المصري الممتاز. ليصبح اللاعب قريبا من مغادره سيد البلد تلقى الصباحي اكثر من عروض في الدوري المصري، لكن غزل المحله بيعد بالنادي الاقرب لضمه والفوز بخدماته في الميركاتو الشتوي، خصوصا ان اللاعب ابدى رغبته القويه في ارتداء قميص زعيم الفلاحين خلال فتره الانتقالات الحاليه. نكمل اخبارنا، واعلن نادي فيوتشر تجديد عقد رباعي الفريق مروان محسن وجوسان ومحمود مرعي وغنام محمد من اجل استكمال مشوار فيوتشر، وذلك في اطار خطه اداره فيوتشر للحفاظ على العناصر الاساسيه. حقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره انبي بنتيجه 3 أهداف لهدفين في اللقاء اللي جمع الفريقين بالامس الاربعاء على استاد بوتروسبورت ضمن الجوله 14 لمسابقه الدوري.